حسام بن علي يلقى روحه للمرة الثانية في التشكيلة، شنو تقييمك المردودة؟ والله ماتش تعب برشا، ماتش هكا ديجا شفت كيفاش تعبنا برشا، هكا الحمد لله جا 3 بوان، جا الكاليفيكاسيون عن جدارة، معناها بريمير بلاس هذيا باهي برشا باش تخلينا نلعبوا الماتش الجاي. مش مرتاحين لما هلا، اما باش خاطر عندنا ماتش ريتور لهنا في صفاقس، ان شاء الله مانيش باش نساوموا فيه، ان شاء الله ربي معنا وبقدرة ربي الكف في صفاقس ان شاء الله. اي بيبليك سي اس اس اليوم صنع الفارق. ديما يصنع الفارق بيبليك سي اس اس، مش كان الماتش هذا، ديجا الماتشات الكل ديما حاضر بقوة وديما يدز مع الجوارات وربي يخليهم هكا. صحيح اليوم عدي طرح باهي، فلو ربي معاه عمل عوام باهي مع سي اس اس، وان شاء الله احنا نقنعوا في مع الجمعية، ان شاء الله ربي معنا ان شاء الله. بالنسبة للانتصار اليوم 4 بلاش. انتصار واداء ونتيجة كما يقولوا اليوم. وهك ريت الجمهور فرحان بينا، ان شاء الله نكملوا هكا، جات في فان سيزون فرحنا جمهورنا، ان شاء الله نكملوا هكا. المدافع الشاب لان صفاقس يعني عمام، ومن المباريات الاخرى تزيد تقنع وتفتك مكانتك في التشكيله الاساسيه. الحمد لله يا ربي، هذا كل ما يجيش بالسهل برشا تعب، فهمتني؟ والحمد لله المهم ليسونسيال عاونت صحابي، وكا هو الحمد لله ربي وفقنا وانتصرنا اليوم وهذيك الفائده. بالنسبة للانتصار اليوم السي سي وفي العادات ويترشح في المركز الاول. صحيح معناها كما كي تشوف الماتش اليوم عملنا ماتش باهي ونستحقوا المركز الاول، وان شاء الله نزيدو نكونفيرميو في المستقبل وان شاء الله الجاي خير وكا. عايشك هاني. السي سي وفي العادات وانت حضرت قبل في الكاف يترشح في المركز الاول واربعة مولدية 2005 التعود اليوم. كيفيه شوف الكوانسيدونس اللي جات اللي نفس يعني الريزلتا اللي صاروا في الالي وفي الروتور. بون الحمد لله قرينا يعني المنافس بالكدا، ديما نقول حاجة تحسب للفريق انه بدينا نعرفوا نتعاملوا مع الاوقات الصعيبة نتاعنا والاوقات الباهية، وهذه حاجة تحسب للاعبين. براتيكمون 20 دقيقة ما كناش، لكن اورجانيزاسيون سو تريز امبورتون نتاع ليكيب كانت باهية، الاولاد كانوا فما شخصية نتاع لاعبين، فما فكرة، فما روح جديدة قاعد اللي راهو حتى من غير كورة نعرفوا نكونوا مركزين، نعرفوا كيفاش نتحكموا في المباراة. لي شونجمون اللي صاروا باهيين، اهداف يعني رجوع العمدوني على المرزوقي باهي الكل، فما كونكورونس تو كبيره تو في الفريق، فما شبان قاعدين وانا نقول راهو راني ما نلعبش صغير على خاطر صغير، اعطيني لا بيرفورمانس الصغير والكبير ما فماش فرق ما بيناتهم، نعاود ديما نقولها، فما بيرفورمانس قاعده تصير، فما عباد تخدم، فما تعرف اللي التمارين هي المباراه، فما كيما نقولوا احنا روح جديده في الفريق، قاعدين يتحسن المردود راهو ما وصلناش، مازلنا بعد ان شاء الله المردود يتحسن ان شاء الله. باش نحكيو على اللاعبين الجدد، عندكم فكره عليهم بالطبيعه؟ شكون من لاعبين الصحف سي سي اس؟ ايمن الحارزي ومحمد علي الرقو. عندنا فكره عليهم هذوكم في ديسمبر، من بعد ان شاء الله هما مرحبا بهم. من تو يبداو ترينيو حسب شافوا الاجواء، هم شافوا الاجواء باربعه بلاش، ان شاء الله ديما اللي جاي ان شاء الله ديما يفرح نفرحوا به باربعه بلاش ان شاء الله.